دعونا نذهب إلى زاوية أخرى مشاهدينا الكرام في سياق هذه التغطية، فقد قالت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية إن نحو 12 إسرائيليا قتلوا يوم 7 أكتوبر بقذائف دبابة استهدفت منزله في مستوطنة بائيري رغم معرفة الجيش الإسرائيلي بوجودهم داخله. وحسب الصحيفة العبرية فإن عميد يدعى باراك حيرام هو من أمر بقصف المنزل الإسرائيلي بمن فيه بداعي استهداف مسلحين من حماس اختبأوا بداخله. وفي تحقيق مصور نشرته القناة 12 الإسرائيلية عن بعض ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي، ظهرت فيه دبابة إسرائيلية تطلق قذيفة تجاه أحد المنازل داخل المستوطنة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول الباحث في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. سيد إيهاب أحييك، وعلى ما يبدو أن الكثير من حقيقة ما حدث يوم 7 أكتوبر لم يظهر إلى العلن حتى الآن. ما كان يقال في تخمينات من أن إسرائيل قتلت بعض مواطنيها يوم 7 أكتوبر الآن نراه على صفحات الجرائد الإسرائيلية اليومية كما في الحالة التي تابعناها الآن. ما رأيك؟ نعم، تحياتي، مساء الخير. بعد الحال التضخيم كان واضحا انه كان هو سيد الموقف في الداخل 7 أكتوبر. يعني بدات اسرائيل بتضخيم الارقام الجزئيه الاولى، اسرائيل تحدثت عفوا عن 1400 رقم في البدايه، بعد ذلك تبين ان الرقم يعني 200 منهم هم من عناصر حماس، فبالتالي واضح ان الحديث عن 1200. كذلك أضف إلى ذلك جزئية أن الحديث عن رقم 10 دائري، يعني فيه الكثير من اللبس والكثير من علامات الاستفهام. وفق ما أقرته صحيفة أرتس، الحديث حول تقريبا 857، هذا هو على الأقل هذه الأرقام التي بيّنتها آنذاك في بعض التقارير. أضف إلى ذلك أن جزئية يعني قسم منهم هم في عداد الجنود، نتحدث تقريبا عن أكثر من 200 أو 300 من هذه الأرقام على الأقل، أكثر من ذلك حتى، يعني أعذرني إذا لا أقف على الأرقام بشكل دقيق. أنا أعتقد أنهم من تحدثوا عن ما يقرب من 400 جندي وشرطي في نفس الوقت كانوا قتلوا في 7 أكتوبر. يعني لو احنا بنتكلم عن 875 ده معناه ان احنا بنتكلم عن 50% منهم كانوا جنود جيش او شرطة. صحيح، هذا بداية. كذلك كان هنالك الحديث عن الأطفال، يعني التقرير الذي أظهرته آرتس آنذاك جلهم من البالغين، ربما الحديث عن 3 أو 4 أطفال، ليس إلا ما بين حتى جيل 12، ما بين 7 حتى 12 على ما أذكر. فبالتالي واضح جدا أن كل ما أصدرته إسرائيل هنالك كان يتحدث عن البروباغندا، الكثير من الفيك نيوز. كلنا نذكر صورة الطفل الحريق الذي تبين أنه كلب حريق وما إلى ذلك، واضح جدا أن هذا اللبس هو الذي أدى إلى تناول إسرائيل هذه المعلومات بقيمتها كما استهلكتها من الإعلام. من ذلك الجزئية كذلك مهمة جدا، ربما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في ظل كل هذا الأمر، هو أن إسرائيل الرسمية كانت، يعني ربما أين فشلت إسرائيل في كل هذه الجزئية تحديدا، إسرائيل الرسمية تعاملت مع الأرقام، مع المعلومات، مع كل هذه الإشكاليات عبر السوشيال ميديا. يعني لم يخرج تصريح منها، بل حصلت عليها من السوشيال ميديا وقامت بتسويقها أو حتى الإعلام، يعني مثل ما جرى مع الصحفية من قناة A24 الإنجليزية، هي التي قامت بالإدعاء أن هنالك 40 طفل وأنها رأتهم، وبالتالي هي تعاملت مع هذه المعلومات. إسرائيل الرسمية تعاملت مع هذه المعلومات الفيك نيوز عبر السوشيال ميديا أو عبر الإعلام، وقامت بالترويج لها والتسويق لها. هذا أدى إليها إلى الكثير من اللوبس وإلى الكثير من فقدانها الشرعي، هذا في مجال الإعلام. الآن على أرض الواقع ماذا جرى؟ بطبيعة الحال التسريبات يعني بدأت بها يدعوت أحرنوت، ومن ثم تحرت عنها هآرت، وهنالك منافسة واضحة ما بين هذين الفريقين وهذين يعني الصحيفتين حول كشف الحقيقة، بداية لأنهم موجودون ما بين المركز واليسار، المعسكر المناهض لنتنياهو،
هنالك دوافع سياسية حقيقية للكشف عن كل ما يجري بداية، وكذلك هنالك على الأقل هآرتس تتصف بالكثير بالمهنية، فبالتالي يعني حاولت أن تعود إلى الخط المهني للكشف عن كل هذه الجزئية بهذا المضمار. هذا البيت الأول إعلاميا. هنالك كذلك بيت آخر يجب الوقوف عنده عسكريا. التسريبات العسكرية في نهاية المطاف لديها مآل كثيرة. نعم، في 7 أكتوبر هنالك فشل يتحمله الواجهة العسكرية والاستخباراتية كل على حد سواء. هنا يجب أن نقف عند جزئية مهمة جدا، أن نحن نتحدث عن رؤوس الهرم كلها بالمجمل هي عبارة عن استقالات مؤجلة. الكل يعلم أن في نهاية هذا الحدث الأمني، في نهاية هذا العدوان وهذه الحرب، كل من يقف رئاسة هيئة الأركان، رونين بار رئيس الشباك، وربما حتى رئيس الموساد، كلهم سوف يستقيلون. هم سوف يعني ما يقومون به الآن هو إدارة هذا المشهد. فبالتالي الأحداث، يعني تصدير الأحداث وكل ما يأتي يتم استباقها الآن، يتم لأن في نهاية المطاف كل هذه الأمور سوف يتم الكشف عنها عاجلاً أم آجلاً عبر لجان تحقيق. هنالك أمور التي من مصلحتهم أن يتم التسريب لها، لأنها بداية يمكن أن تخفف عنهم في نهاية الطريق عبر لجان التحقيق من جهة، وكذلك تخفف من التلقي الشارع الإسرائيلي لهذا الحدث، لأن الشارع الإسرائيلي الآن مشغول بكل جزئية القطاع، بكل كل ما يجري في داخل قطاع غزة من الأسرى، من تواجد جنوده هناك. لا لا لا، لكن سيد إيهاب، عفوا، بما أنك ألمحت للشارع الإسرائيلي، هذا ما كنت أريد أن أسأل عن الحقيقة. مثل هذه الأخبار عندما تنشر في الصحف الإسرائيلية أن إسرائيل قتلت بعض مواطنيها في 7 أكتوبر، حتى منهم من على ما يبدو قتل عمدا، يعني تأثير ذلك أو تفاعل ذلك، تفاعل الشارع الإسرائيلي مع مثل هذه الأخبار كيف يكون؟ لاحظ أستاذي أن التفاعل يكون وفقا للحدث والتوقيت. الآن الشارع الإسرائيلي مشغول بكل ما يجري في داخل القطاع، وبالتالي عندما يتم استهلاك مثل هذه المعلومات عبر الصفحة الثانية لصحيفة دعوت على سبيل المثال، أو في الموقع كخبر خلال النهار، يعني ما يسمى بالخبر الذي الجاري خلال النهار، أو كخبر ثانوي في الأخبار النشرات الإخبارية عفواً، بالتالي لديه صدى مغاير، بالذات في ظل كل انشغال الشارع الإسرائيلي في ما يجري في داخل القطاع. لو كانت هذه التسريبات يوما بعد الحرب سوف يكون لها صدى آخر، سوف يكون تفاعل الشارع بشكل مغاير كليا. الآن هنالك حديث عن حالة، يعني نحن قمنا بتسريب هذه المعلومات، قمنا بالحديث عن هذه، نحن كمستوى سياسي وعسكري تحدثنا وأدلينا بدلونا بهذا الشأن. الصدى وصل إلى داخل الشارع الإسرائيلي. التفاعل لديه الكثير من الأمور، المتلقن الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي لديه الكثير من الأمور ليتعاطى معها. أهمها الآن، الشاغل الرئيسي الآن، هو ما يجري في داخل القطاع. لماذا هذا؟ هنالك عقد اجتماعي ما بين الشارع، ما بين الجماهير الإسرائيلية ومؤسسة الجيش العسكرية، وكذلك الاستخبارية والأمنية. نحن نعطيكم من حياتنا 3 سنوات، نعطيكم سنوات الاحتياط، شهر أو شهرين في كل عام في كسنوات احتياط، نعطيكم أضف إلى ذلك الميزانية الكبرى، أكثر من 40% من ميزانية الدولة من دافعي الضريبة تذهب إلى هذه المؤسسة. نحن نتوقع منكم أن تقوموا بحمايتنا. أنتم فشلتم في 7 أكتوبر، أنتم فسختم العقد. الشارع يحاول ترميم هذا العقد منذ 7 أكتوبر، الشارع يحاول، وكذلك بدون أدنى شك الجيش يحاول ترميم هذا العقد. حتى هذه اللحظة يمكن القول هنالك مسألة ثقة جمة ما بين الطرفين، فبالتالي ضربات كهذه يتلقاها الشارع الآن كضربات جانبية، يعني لن تعطي ذلك الصدى الذي يمكن أن تعطيه لو لم تكن كل هذه الجزئية تحديدا الآن. لأن مرور يوم بعد يوم بالنسبة للشارع هو عدم ضرب معنويات الجيش. إذا كان هنالك الكثير من الانتقاد والانتقاص لعمل الجيش وتكتيك الجيش، سوف يؤدي إلى ضرب معنويات الجنود المتواجدون الآن في داخل القطاع، بالذات في ظل أنهم على الأقل في 3 حوادث مباشرة قتلوا أسراهم. يعني هذه تضاف إلى تراكمية كل هذا المشهد. يعني التعاطي مع عامل الزمان، التعاطي مع تراكمية المشهد، هي الاستراتيجية التي تبعتها
إذا مؤسسة الجيش تحديداً دون غيرها لكي تخفف من وطأة النقد والانتقاص من طيب ما هذا يعني إيهاب، وفقا لما تقول، عفوا للمقاطعة، هذا يعني ببساطة شديدة أن سواء قادة الجيش أو القادة السياسيين سيكونون حريصين بشكل أو بآخر على يعني إطالة أمد المعركة لأطول فترة ممكنة حتى لا يقفوا أو يصلوا إلى مرحلة المساءلة عما حدث في 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، هل هذا صحيح؟ هنالك الكثير من الخفايا في داخل 7 أكتوبر، وبدون أدنى شك هنالك الكثير من المستويات التي تريد، نعم تريد أن تعطي هذه الحرب الأمد الكثير والعمر الطويل لكي لا تصل إلى نقطة المساءلة، إلى نقطة ماذا فعلتم في 7 أكتوبر. هنالك جزئين، هنالك اللجنتي تحقيق سوف يكون في داخل في إسرائيل ما بعد هذه الحرب، لجنة تحقيق خاصة بالحرب بتداعياتها بأهدافها بتكتيكاتها بماذا جرى في داخل الحرب، ولجنة تحقيق خاصة بكل ما جرى في 7 أكتوبر، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه أصلاً إلى حتى 7 أكتوبر. فبالتالي اللجنة الثانية سوف يتم التعاطي معها بشكل أقل، سوف يتم التعاطي معها بوطأة أقل، لأن العامل الأكبر، المسؤولية الأكبر موجودة على عاهل وفي داخل الكابينيت وتحديدا المستوى السياسي. لكن 7 أكتوبر الكل مسؤول، والسابع من أكتوبر الكل يريد أن يهرب منه، والسابع من أكتوبر ما يمكن تسريبه الآن يتم تسريبه، لأنه يخفف من وطأة مجريات الأمور. يعني عندما يتم الحديث عن ما جرى في داخل رعين، في الحفلة في رعين، الهليكوبتر التي تمت بقصف جوي لكل من تواجد في داخل الحفل، يعني بكلمات أخرى لو تم الكشف عن هذه المعطيات يوما بعد الحرب لكانت فاجعة في داخل إسرائيل، لكانت يعني بكل معنى الكلمة. الآن تعاطى معها الشارع، تماشى معها، يتم بين الفينة والأخرى تسريب معطيات كهذه هنا وهناك، تسريب معلومة جديدة عن 7 أكتوبر، تسريب حدث جديد من داخل 7 أكتوبر، أي بكلمات أخرى يتم تصدير صور البزل، الصورة بعد الأخرى حتى تكتمل كلها. فالفاجعة شكراً. وتعاطي الشارع معها وردة فعل الشارع تكون مختلفة ومغايرة كليا في نهاية الطريق. شكرا جزيلا السيد إيهاب جبرين، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معي من إسطنبول.